السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى يا ربي فيديو اليوم ويلقاكم وانتم فرحانين وناشطين وما ناقصكم حتى شي خير يا سيدي يا ربي. يوم جديد وفيديو جديد وكذلك حية جديدة اللي كيف ما تعودتوا معايا في متناول الجميع وتحت يدينا في استطاعتنا ديال الناس الشعبيين الناس دراوش. كنتمنى يا ربي تعجبكم وترقكم وتنال الرضا ديالكم، وهذا هو الأهم، هو أنكم تكونوا راضيين عليا وعلى الفيديوهات ديالي. غير كنتمنى يا ربي يا ربي ما تبخلوش على أختكم بنتكم، اللايكاتكم الله يجعلها لكم ربي في الميزان المقبول. شكرا لكم وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. هنا بغيت نمشي معكم مباشرة لهذه التدبيرة هذه، وهي فيما يخص إذا كانت عندك الحلوى أو الفقاص أو أي نوع من الحلويات وما بغيتيش يبرد يبقى يعني لمدة طويلة ويبقى هكاك مقرمش، كتقبطيه كديريه في واحد العلبة وكديري معاه واحد القطعة ديال السكر هنايا في السطيلة ديال الحلوى ديالك وكتسدي وكتخليها. هاد قطعة السكر كتشرب أي رطوبة اللي كتخلي لنا الفقاص هكا ما كيبقاش مقرمش، كيولي كما كنقولوا لاوي، ولا أي حلوى كتلوى وكتولي باردة. اذا ديري غير قطعه السكر وان شاء الله غادي تعجبك النتيجه، ونمشيو ان شاء الله نشوفوا الفكره المواليه. وهنا خوتي غزالات عندي هذه الفكره فيما يخص الخبز. تسمحوا لي بعد انا ما عنديش خبزه ما عنديش خبزه صحيحه، باقا ما عجنتش عندي هذه نص خبزه، ولكن المهم الفكره غادي توصل سواء كانت خبزه ولا طروفه بحال هكذا. المهم كانت عندك خبزه في المجمد وكانت جامده جامده وما عندكش البانيني او لا ما عندكش الميكرووند او لا ما بغيتيش تشعلي الفران وبغيتي الخبز ديالك يرطب ويجي رطب فتي كما لو انك عجنتيه ديك الساعه. شنو كديري؟ كتقطي الكوكوس خاويه كديريها فوق البوطه وكتخليها حتى كتسخن مزيان وكتزوليها من فوق البوطه، كتدخلي فيها ديك الخبزه اللي جبتي من المجمد وكتسدي ترجعي تسدي وديري الصفاره. ضروري ديري الصفاره لان حنا بغينا هذاك الضغط ديال السخونيه اللي كاينه في الكوكوط لداخل ترجع على الخبزه. راه كتخليها واحد نص ساعه هكا ولا حتى كدفع عليها الكوكوت، راه كترجعي كتلقاي الخبز انه رجعت ليه الطراوه ديالو ورطاب ولا زوين تاكليه ديك الساعه. كنتمنى يا ربي هاد الفكره تعجبكم ونمشيو ان شاء الله الفكره المواليه. هنايا هاد التدبير هادي بغيت نشاركها مع البنيتات الصغار المبتدئات اللي يلاه هكا كيبداو يتعلموا يعجنوا. النصيحه اللي بغيت نعطيهم هو انه ملي يكونوا دايرين الطحين ويبغوا يعجنوا كنديروا بطبيعه الحال المليحه والخميره، ما يحطوهمش بجوج في بلاصه واحده، دائما الملحه ديريها في جهه والخميره ديريها في جهه، ما تقربيهمش لبعضياتهم. علاش؟ لان الملحه كتبطئ المفعول ديال الخميره، كتخليها بدل ما تخمر لك الخبز بسرعه ملي كتخلطيها مع الملحه وتجمعيهم بالماء كتعطل الخميره في الاختمار. هذه حاجه وحده. حاجه اخرى واللي بغيت نقول بالنسبه للناس اللي كيديروا واحد الطريقه ديال السنيده في الخبز مع الملحه ومع الخميره بغرض انه ملي يكونوا كيطيبوا الخبز في الفران يطيبوا ليهم حتى الجوانب ديال الخبزه. هاد القضيه نقدر نتفق معكم فيها في وقت البرد، فوقت البرد يعني بصعوبه بان يعني ما كيخمر ما كيديرش لينا الخبز الريحه كما كنقولوا، ما كيديرش ريحه الخميره في الخبز. اما دابا في الصيف صعيبه البنات، يعني انا اللي بغيت نقول هو انه الناس اللي كيديروا هاد الطريقه ديال السكر من الافضل ومن الاحسن ما يبقاوش يديروها نهائيا. الا لاحظتوا معايا الخبز الا طال كانت فيه سنيده وكانت فيه الخميره كثيره غير نهار يومين الا صبح ليك لا غدا كتقدري انك ملي كتقيسي الخبز من الباب كيبقى يتلصق في يديك، كيبقى يتلصق لك وملي كتشمي فيه ريحه الخميره صافي كنقولوا الخبز حماض وكيتلصق كيتلصق شنو كيتعلق كيولي بحال المسكه كيلصق لك في يديك بحال هكا. هذاك صافي راه ما يقدر ياكلو حتى واحد. وشنو السبب اللي كيسرع ان هذاك الشيء يدير هكاك؟ هو السنيده اللي كديري والخميره اللي كثرتيها. علاش دابا حنا في الصيف ملي كيولي الصيف كنديرو شويه ديال الخميره بعكس في البرد ملي كنزعمو شي شويه الخميره. هادشي اللي بغيت نقول بالنسبه للنساء اللي ولا المبتدئات اللي كيديروا سنيده من الافضل ما يديروهاش في هذا الصيف. ونمشيو بحول الله نشوفوا الفكره المواليه. الفكرة الموالية وهي فيما يخص البنات هاد العلاقات هادو اللي كنعلقو فيهم الكيسان أو لا العلاقات اللي كنديرو فيهم هادوك بحال هاد الشكل اللي كنديرو فيهم ورق المطبخ كيكونوا محطوطين فوق الطاولة ديال الأكل ديالنا. المهم كتعرفوا بأنهم اللي كنشريوهم في الأول راهم كيلمعو جداد وما فيهم حتى شي حاجة، كيدوزو عندنا مدة خصوصا إلا كنا كنقيسوهم بالماء كيبدا يبان فيهم الصدى. ملي تشريهم جداد وباقيين هكا كتيلمعو ما فيهم حتى شي حاجة كتقبطي هاد الصباغة هادي اللي كتكون ترونسبارو هكا ما كتبينش، هادي اللي كنديروها كتعطي غير واحد اللمعه على الضفار كتشديها وكتدوزيها كتصبغيها كامله كتحاولي بالشيته هكا تغطسي وتمسحي الشيته على هاد السيبوره كامله
ما تخلي حتى بلاصه، كدير واحد الطبقه ما بين هاد الحديده هذه وما بين اي حاجه قاصتها، سواء الماء سواء الغبره سواء اي حاجه. ومن الافضل هادو ما تبقاش غسلوهم، انا راه غير كنمسحها بمنديل هكا وكنخليها هكا، ما يعني ما عمري ما قصتها، راه عندي سنين ومده هادي. ها هي ما بداتش كتصل، ها هي ما كتصديش كاع، وكنخليها ما كنقيسهاش بالماء نهائيا. اذا غير الصباغه راه غادي تحافظ لكم عليها مده طويله بلا ما يبان فيها الصدى، وبيني وبينكم اللي كيبان فيها الصدى لا شكلا ولا هذا، ما كتبقاش تقدري تشوفي فيها هكاك مصديه، ما كتعجبكش. ونمشيو ان شاء الله بحول الله للتدبيره المواليه. والفكره المواليه اللي بغيت نتقاسم معكم البنات، وهو فيما يخص هاد القراعي هادو اللي كنشريو ديال معطر الملابس. اي معطر كتستخدموه، انا الغرض هو في هاد القرعه هادي، ملي سالي لكم المعطر انا هو طافي غير شي شويه، ما بغيتكمش ترميوها، سواء هاد القرعه في هاد الحجم او القرعه الكبيره اللي ديال القرعه اللي كتباع كبيره ديال ليكيد ديال الاريال. هادوك ملي ساليو زوينين البنات، عمليين. فاش انكم غتشدوهم وتشللوهم لداخل، تنشفوهم ديروهم في الشمس، سمحوا لي بعدا على صوت الصفاره كتسمعوا كوكوت نايضه. المهم كديروها في الشمس حتى كتنشف، تاكدوا بانها ناشفه من الداخل. شنو غديروا فيها؟ بغيتكم تبقاو تعمروا فيها هاد المسحوق اللي كنشريو ديال لاماشي اللي كيكون في هاد الاكياس كبيره، كيعذبنا من اننا كل مره نبقاو نكبوا منها بحال هكا. بغيتكم تبقاو تعمروا هاد القرعه كامله بهاد المسحوق ديال لاماشين بحال هكا حتى كتعمر منها، عمليه ان فمها واسع. ملي كتكون هكا كتمشي لاماشين كتكبي القياس ديالك وكتعاودي تسدي عليها، ما كيدفق ما حتى حاجه. النهار اللي كتخوع عاوتاني راه كتعاودي تعمريها من كتعاودي تعمري المسحوق من الخنشه الكبيره. المهم الغرض من هذه الفكره هو انكم بغيتكم تحتفظوا بهادو بدل ما ترميهم، هما اللي تبقاو تنقصوا منهم هادو وفين ما يخواو تزيدوا تعاود تعمروهم. كنتمنى يا ربي هذه الفكره تنفعكم وتعجبكم، وحبيت نذكر خوتي الله يجزيكم بالخير اللي باقي ما نزلش دار ليا اللايك، يدير الاخت واحد اللايك والله يجعلها لكم ربي في الميزان مقبول. شكرا لكم، ونمشيو ان شاء الله نشوفوا التدبيره المواليه. وهنايا البنات بما انني جابده هاد المعطر، بغيت نوريكم واحد الحاجه بعجاله. بالنسبه للناس اللي كتشكي انها ملي كتسالي هذه بعدا، اولا انا دائما كنقول لكم ملي تخرجوا الماكينه منها الحوايج اياكم تسدوها تمتم، خليوها تهوى هكا محلوله، يخليها الهواء باش ما ديرش الريحه. كانت عندك يعني اللي عطى الله عطاه انها فيها الريحه. الفكره اللي بغيت نقول هو انك كتاخذي هذا المعطر ديال الملابس كتعمريه في واحد الغطايه ديال شي قرعه كيما بغات تكون هذه القريعه ولا شي حكيك صغير، وكتجي هنا من بعد ما كتعمريه وكتحطيها هنا، ولا كتحطيها في هاد الدريجات هادو اللي كيكونوا هنايا بحال هكا، حطيها وخليها فيه وردي الباب ديال لاماشين وما تسديهش دائما حتى ولو ملي انك كتكوني مساليه، ما تسديهش خليه غير هكا مهوي ونفس. ملي ما عندكش المعطر ديال الملابس كاين البديل، خدي اي معطر ديال الارضيه اللي كنقولوا له سانيكرواب، اي ريحه خزامه حامض اللي كان، وكذلك عمريها وحطيها هنا في لاماشين، خليها دائما حتى النهار اللي كتعرفي ان ما بقاتش فيها الريحه راه كتزولي وكتعاودي ديري واحد جديد بريحه اقوى. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى واقتراحات اخرى وحيه اخرى، مع الف سلامه.